السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اعذروني على الفترة هاي الطويلة، ان شاء الله يعني راح اعوضكم بالفيديوهات تجي. فاكو يعني عندي شوي صار شغل، وتعرفون كانت اكو زيارة وهاي، ان شاء الله اعوضكم هاي الفترة ان شاء الله انزلكم فيديوهات. هي عندي انا مشكلة دائما اعاني من عتها، وهي قلة التصوير. يعني شباب يجون ما يقبلون يصورون، فاضطر يعني اصور باطفالي، يعني بالجهال مرات بالاطفال كما يسموها بالعراق، عندنا جهال الاطفال. هسه راح نزين سيوفي تدريج ان شاء الله من الصفر راح نبدي بيهم. شوف التدريج انا منزله، بس اكو شباب هواي قاعد يقول لي ارجع مره ثانيه اشرح لنا بصوره ادق. خلينا نشوف والله الماكينه هاي راح نصور. طبعا نقرب الكاميرا شويه راح يطلع عندي شويه صوت مال الماكينه. تعرفون هو يعني التصوير مو كاميرا عاليه الدقه، حتى تكون من بعيد، مثلا من بعيد راح ما يطلع صوت، بس اذا من قريب تقرب الكاميرا راح يطلع صوت. احنا ان شاء الله نشتغل شغل يعني تصوير ماي محترفين، وانما يعني يمشي الفكره. اخذ الشعر داير ما داير بالنمره الصفر، اللي هي الصفر يعني شنو الصفر؟ الصفر يعني ماكينه على مستواها، ما منمر هذا الجير مالها، ما منزله ولا باقي على مكانه. يعني انت بكيفك شباب، انا ما ايد يعني انت تاخذ على الشغل، يعني ايد الصفر هنا بدي اكو جماعه يصعد بالصفر يعني لي فوق، يبدي جواموس بعد اكو جماعه يجيبني بالموس اسفل الشعر. انت بكيفك يعني المستوى انت تحدده، او الزبون يجي هو بكيفه، ما يريد تصعد مثلا تصعد بالصفر زايد. احنا راح نشتغل صفر هالمثلث هذا الموجود، نقول هاي الحدود العراقية السورية. والله الشباب يعني زي ما قلت لكم هاي الفترة كانت شوية عندي ظروف، شوية ما نزلت مقاطع، إن شاء الله عوضكم مقاطع، واللي يجي مثلا يقبل التصوير أنا ما قصر يعني أنزل بيه تصوير. هسه راح نشوف هذا الرقم واحد مكتوب عليه، يعني النمرة 4 يسموها عندنا بالعراق النمرة 4، يعني تاخذ شوية مستوى اصبع تقريبا، هذا اصبع. دائما تسوي قوس، سوي قوس وانت نازل، لا تمشي عدل، مشي عدل هيك بالخط، سوي له قوس، هو مو شيء غلط، وانما يعني شوية حتى التدريج الداخل الداخل بالتدريج ما يبين عدة الخط 100%، أفضل تسوي قوس يعني. تبدأ تسوي عادل عادي ماكو إشكال، بس هاي شوي الداخل التدريج شي بشي مثل حصير، كأنما تشتغل حصير. هسا عندنا من اشتغلنا بالأربعة طلع عندنا العواج يعني أعوج شوية الخطوة، من تخلص من الأربعة الشعر كان نازل علي ما يبين عدة الخط عادي لو أعوج. لو مائل خلينا نقول باللغة الفصحى راح تعدله مرة ثانية، ترجع تعدله بالنمرة 4. طبعا اهم شيء يعني هذا الخط شباب يكون عدل،
يعني لا متعوج ولا مموج ولا متعروج، حلوة، لا متعوج ولا متمرد ولا متموج. نشوف الإخبارية. ما تشوفون، شوف هذا الخط، هذا الصفر، هاي الأربعة صار بيناتهم خط. تشوفون صار شباب، هسه راح نرجع للنمر. هسه احنا اشتغلنا الصفر، اشتغلنا بالنمره الاربعه اللي هي المكتوب عليه مشط واحد. هسه راح نشتغل بالنمره الوسط اللي مكتوب عليه اثنين، اكو يسموها سته. شباب دائما انا اكرر هاي الاسماء مالتين حتى لا تكون عندكم خربطه. نشتغل بيها، نفعل بيها حسب الزبون شنو يريد. انا راح اصعد هاي، انتم كيفكم يعني، قد ما في تصعد تصعد وما تصعد فوق يعني تصعد هناك كيف. شوفون هاي، يعني اهم شيء انت تضيع الخط. احنا هسه هذا شغلنا كله وترتيبنا، تنتبه لي على الخط شلون اضيعه. هواي شباب يعانون من هذا الشيء. مثل ما تشوفون صار عندنا ثلاث خطوط، ثلاث خطوط الجوية العراقية. نجي للمشط الكبير اللي يسموه اكو بهم 12، زين، هو اللي هو اخر شيء الكبير، كبير بالسن. هاي تاخذ الشعر شوي. انا ليش اشتغلت لكم ثلاث نمر؟ حتى تكون عندكم في تضيع ثلاث نمر هاي تشتغل، والفوق تشتغله بصابعك مثل ما انا راح اراويكم شلون تشتغل. هسه قاعد تشوفون ان شاء الله واضع لكم الصوره. هسه نبدي نضيع الخطوط. نقول الخط بين هاي النمرة الفوق وبين هذه الستة، نرجع للوسط الستة، يعني تونا اشتغلنا هذا وهذا الفوق العالي. نرجع ناخذ هاي النمرة، نطق الجير على الأخير إذا كان اكو جير بالشحن أو كانت بالموسير صفوع السير، أو ترفع المشط بصبعك، يعني كانت مصفرة كلش على الأخير ترفعها بصبعك. المهم هسه احنا ما نريد، نريد ننمر بالماكينة على الأخير الجير مالها ونضيع الخط. مثل ما تشوفون هذا الخط شلون قاعد يضيع. إن شاء الله واضح، قاعد واضع لكم رغم الكاميرا كلش قرب هنا. شوف هذا الخط شباب، هذا شلون قاعد يضيع. طلع الخط محقق، شوفون قعدنا هسه بين الستة اللي هو هذا وبين الأربعة. نيجي ناخذ الأربعة، ناخذ الأربعة، هذه الأربعة اللي هي ورا قلنا عليه نمرة واحد نسميها، عندنا بالعراق يسموها النمرة الأربعة. زين شباب، نفس الحالة، أنت الجير منزل لي جوا، تاخذ خلي استواها ما تشوفون. قاعد تشوفون ان شاء الله شلون يروح الخط شلون يضيع.
بس انت على هوا ايدك يعني الماكينة لا تدوس على الراس، على هوا ايدك ماكينة كأنها طايرة بالهواء. شوف شباب ماكو خط راح الخط، بس نكمل الشعر جميل. يلا يعني تطبق هاي الفيديوهات راح يجي عندك، تضبط عندك. الشباب يقول لي مثلا ما ضاع الخط، انت قاعد الماكينه ما قاعد لازمها عادي، لازم الماكينه على هواء ايدك. شوف يعني طايره طايره بالهواء في الجو. قاعد تشوفون شباب هسه انتهى عندنا الخط، عندنا بقى بعد من الصفر بين الاربعه. انتبهوا شلون نضيع بين الاربعه وبين الصفر. هاي بين الأربعة وبين الصفر. ما شوفون؟ شو نسوي؟ شوف هاي الماكينة إذا كانت ست نمار بالنص تقسمها ثلاثة، يعني ثلاث طقات. إذا كانت أربعة هاي أربعة، شطك طقة طقتين. واحد اثنين. نزين مشط نمرتين. بس مثل ما قلت لكم الماكينه كانما طايره بالجو، يعني على خفه ايدك لا تضغط بيها على الشعر. زين انا هسه راح اشتغلكم ابي هاي الصفحه حتى ما يكون طويل عليكم الفيديو. شوف هسه هاي الصفحه شبه راح الخط. شو تسوي بعدين؟ تقبط الجير. من تقبط الجير تشتغل صفي براحتك. شوف تقدر تضغط على الماكينة عادي براحة. ما تشوفون هسه خط ماكو، خط خطوط ضاعن الخطوط صفر والأربعة والستة ضاعن الخطوط، ماكو خطوط. يعني لو إضاءة قوية راح تبين لكم، لأن هسه أنتم تشوفون اكو جوز سوال أو شيء. هسه هنا هاي الزلف إذا بسمار تقدر تحدده شعر. إحنا ما يد أصعد بي الشعر، ما يد أصعد بي زايد لفوق. ما تشوفون هسه راح أكمل الصفحة الثانية، راح أكمل الصفحة الثانية وأرجع لكم. رجعنا لكم حبايبي. طبعا انا ليش اقطع التصوير؟ لان يطول الفيديو، واحنا اهم شيء شرحنا على المراحل هاي. كملت انا الشعر دائما هسه المهم يعني فاتنا، بس بخيت مي. هاي هي لو ما تعرفون تبخون مي ندخلكم دوره على بخيت المي. ها كظل مراش دوز دقمه لا يطق علي. بس شباب هسه اشتغلنا التدريج داير ما داير. بقى دائما الشباب يقول انا شلون اخذ الشعر وناس قويه الماكينه. هسه انت ما بقى شيء عندك. شوف هاي كله درجناه ماكينه، بقى عندنا بس الشعر الفوق. الشعر الفوق مثل ما مثل المقاطع اللي نزلتها قبل ما تشوفون، يعني على كيفك. يعني ايش قد تاخذ مثلا من الشعر؟ خلينا نقول سيف، ما اريد ناخذ من الشعر هواي، متفاهم ويا المعلم يعني. مطيره شوي طرش من المعلم انت ما يزين شعرك؟ يقول ما يحب شعري ونظيف، هو طالب مجتهد وتلميذ غيرك اسوي. يعني شوف عجبتني ذاك يوم اكو تعليق على الفيديوهات، يعني يقول لي شلون اعرف الشعر مساوي؟ يعني انت قاعد تاخذ بيدك شلون تعرفه مساوي؟ هي هاي النقطة المهمة. هاي النقطة المهمة وانا مشارحة، بس بعدكم ما ينتبهون. انا احكي مثلا بالتدريج احكي على الشعر فوق. هسه راح اراويكم، شوف انتبه علي شلون راح اشتغل. انا اجيت بالبدايه، خلينا نقول اجيت من هنا بديت قصيت الشعر.
هاي قصيت الشعر، هاي بعد من قصيت الشعر، هاي من قصيت الشعر، بعد هسه عفتها. ارجع انا امشي اكمل اللي هنا. جيت الصفحه الثانيه اللي هي الخط الثاني، هذا مو خط اول، شوف هذا الخط الثاني. انت من اخذ من الخط الثاني احاول اخذ شويه من هاي، يعني شوف اخذ شويه من، يعني تطلع الخصله قصيتها قبل شويه كانت هنا، أنا تطلع هنا من اسحب ايدي بعد اسحب اصبعي تصير جو، ما راح يصير جو، شوف لان طالعات وهاي ما طالعه، يعني راح اقص ويا مستوى. خلينا نقول هاي الشعره، قرب ايد مصطفى للكاميرا، شوف هاي قصيناها قبل شويه، راح اساويها وياها، شوف هذا الشعر راح يجي ويا من وياها، كذلك يعني انا امشي ويا من وياها قصيته، راح امسحب ايدي واقص وياها، وراح اجي من هنا نفس الحاله اقص ويا من، اقص ويا هاي اللي انقصت قبل شويه، زين؟ وامشي ايدي على القصه. ثاني شغله، اذا عندك بعد ما مساوي الشعر، ايش راح تسوي؟ هاي العمليه الثانيه، يعني تجي تاخذ الشعر من هاي الصفحه وتقص وتمشي وتقطع الشعر تقطيعا كاملا وتضربه بالخلاط، زين عين، وبتجي مره الاخ منه وتقص وتمشي وتقص اثنين ونص تعال وبص عاد الامام كان يقول هيك. هسه احنا شعر من ناخذ من عده هون، خلينا نشوف. طبعا انا اليوم حبيت انزلكم هذا المقطع يعني سريع، سيف يعني ترتيبات، راد ما راد يعني زيان كامل بس نرتبه ترتيب فقط، يعني سبق وانا زينته يعني من خلصت العطله مثل الدوام المدرسي، لكن مستعجل كان شعره كلش عالي هو. هسه بالشفره راح يبين عندنا الشغل ان شاء الله حلو. هسه راح نشتغل شفره، وقف في المقطع هسه بعد شوي ونرجع لكم. مثل ما تشوفون شباب هسه خلصنا التبريد الشعار، وهذا هو السيف مرتب. ايش فيك؟ تدريج الشعار لنك لنك راسك، انت ياباني ارفع راسك، انت عراقي. باشر تروح المدرسة على الدوام الجديد، ياخذولك صورتين ويدخلونك في الفرن. ان شاء الله عجبتكم ان شاء الله شباب، مثل ما شفتوا هاي التدريج اللي غيرتهم هذا الصفر، يعني اكو شعر هسه حلق، يعني اسميه نغس الشعر يبين شويه الشعر بصوره محمود. شكرا شباب، احنا قلت لكم انا يعني تاخرت شوي عندي بالفيديوهات، بس ان شاء الله اعوضكم على الفيديوهات القادمه، انتظروني. خلينا نشوف تعليقاتكم وخلينا نشوف دعمكم للقناه، يعني انا القناه ذاك اليوم ودور تحذير ما بيها دعم، يعني لايكات ماكو، مشاهدات ماكو، احاول يعني القناة شوي، حتى اللي شايف الفيديو انت صدق محمل المقطع عندك، فما راح شوي يعني القناة مثل ما يقول يصير لها دعم. حاول كل فيديو انا منزله تشوفه مره مرتين، يعني وهذا الفيديو هم راح اعيده ثلاث مرات اربع مرات حتى نشوف مشاهدات اكثر. يعني انا عندي تقريبا 60,000 مشترك، 60,000 مشترك من ننزل فيديو ما قعد كل المشاهدات كل المشتركين، ايش عجب ما اعرف. يعني فاجانا تبليغات على القناه، القناه راح تنسد احتمال، زين بصعوبه راح نسوي لنا قناه ثانيه، فحاولوا دعمكم وهي كلها لكم ان شاء الله، انا كل شيء ما بستفاد ولا شيء، ان شاء الله انتم تستفادون، وانا افرح يعني قبل شويه خابرني ولد
قال انا اجي اتصل بيك ولا اعلق لك ولا شيء، بس اتصل بيك اتشكر منك، فتحت لي باب رزق يعني، واكو شغلات انا ما اعرفها علمتني اياها، دخلت معهد وارجع ثاني مره على شغله المعاهد. يقول دخلت معهد كل شيء مفتهم، شباب ما اعرف، انا معهد هو مو معهد تعليم انجليزي او سبوره كتاب او هاي، ترى حلاقه ممارسه، حلاقه ممارسه، خلوها ببالكم، حلاقه مو معهد. فن. واللي يعرف يعني هاي السالفه خلي يحطها بباله ويمخمخها. حلاقه مخمخني. الحلاقه فن. مخمخها طفيه. قال يلا.